أهلا بكم من جديد. نتابع مجريات اليوم الأول من المرحلة الثانية من الانتخابات. لسه الإقبال متوسط يا جماعة، نتوقع إقبال أكبر من كده، يعني مش هنزهق ومش هنيأس إن احنا نطلب من الناس أن تنزل الانتخابات وتدلي بأصواتها. الحقيقة المفتي الجمهورية أصدر منذ قليل بيانا يؤكد فيه أن التعامل مع البورصة جائز شرعا، ده نقلا عن مصراوي، وده طبعا رد على بعض الآراء من الآراء السلفية أو بعض الكتاب الحقيقة اللي قالوا إن التعامل مع البورصة لا مش رأي سلفي، لا هو كان مجدي حسين مجدي حسين مجدي أحمد حسين مش رأي سلفي، لا مش رأي سلفي. مجدي حسين اللي قال إنه التعامل مع البورصة به شبهات أو أعتقد أنا تقديري إن في بعض محاولة إلصاق كل الآراء المتشددة دينيا بالسلفيين بصراحة، يعني رغم إنه على العكس بعض قيادات الإخوان المسلمين عملوا آراء أكثر تشددا حتى اجتماعيا، يعني رأي صبحي صالح في اسكندرية بتاع اتجوزوا البنات بتوع الإخوان ما تتجوزوش حد تاني، ما هو ده رأي متشدد جدا من قيادات إخوانية، إنما محاولة تشويه السلفيين برضو لازم نقف قصادها، لأنه بس احنا محتاجين برضو يعني إن الكل يدخل ضمن عباءة الدولة المدنية، يعني كله يلتزم بقواعد الدولة المدنية. بس الإخوان تصريحات تخوف بس أقصد السلفيين كمان لازم نشجعهم إن هم يقدموا آراء وأفكار متمدينة، إنما في نفس الوقت ما تصيدش بعض النقاط اللي صحيح. يعني بصراحة يعني بتبقى أقوال شاذة أو لأفراد ما هماش محسومين بشكل حقيقي على التيار، ثم أخدها وأطلقها على الرأي العام، بعمل تخويف داخلي وتخويف خارجي. بصراحة دي كلمة حق يجب أن نعترف بها، برغم إن إحنا في هذا المكان اتكلمنا على آراء متشددة كثيرة، لكن ده رأي يحترم للأستاذ حافظ إنه مش لازم ناخد هذه الآراء ونعممها وأنا بتفق معه. ده صحيح، مش لازم ناخد هذه الآراء ونعممها. تيار سياسي لأنه تيار سياسي موجود، وأنا شخصيا أعرف أن لديه من الناس المعتدلة والناس اللي لديها فكر، يعني في منهم كتير، في الأستاذ بكار، في منهم عدد من القيادات السلفية اللي معروفة واللي عندها فكر. وعلى فكرة هم كانوا لعبوا دور كبير أثناء المعركة مع الآراء المتشددة في التسعينات، كانوا هم بيتصدوا الآراء اللي بتكفر الحاكم، الآراء اللي بتكفر الحكومة، هم كانوا ضد هذا الكلام، حتى ده كان يعاب عليهم ان هم ما بيشتغلوش في السياسة، لكن خلونا نعرف انه في المرحلة دي كان الكلام ده مهم جدا، لانه فكرة تكفير المجتمع والدولة وصحيح حصل تراجع عنها واتضح ان هم كانوا صح في ذلك الوقت بعد التراجعات اللي تمت في دراسات تمت داخل السجون، لكن كان موقفهم مظبوط. فانا اعتقد انه هيبقوا جزء داخل البرلمان، كتله تصويتيه مهمه ليها اراء وليها مواقف، ويجب التعامل معاها بشكل صحيح مش بشكل اقصائي او محاوله ان احنا نشوهها او نشيطنها، يعني احيانا يقول لك شيطن التيار المقابل عشان يخوف الناس منه. بس خلاص هو موجود، فبالتالي يجب ان نتعامل معه، ده امر واقع. ده احد الاركان الاساسيه جوه البرلمان. طب نشوف اخبار الوفد ايه. دكتور وفيق الغيطاني رئيس غرفه عمليات الوفد، مساء الخير يا دكتور. طيب نور يا فندم. الوفد في المرحله الثانيه ايه، عنده امال اكبر شويه من المرحله الاولى؟ والله احنا عملنا اللي علينا وبنعمل مجهود، بس للاسف هناك تجاوزات خطيره جدا وتسكت عنها الهيئه العليا للانتخابات، والبلاغات اللي جايه للغرفه حاجه تخلي الانسان يحزن على ما يحدث داخل اللجان، من غلق لجان، من طرد الناخبين، من وجود اعضاء الحريه والعداله والسلفيين داخل اللجان يوزعوا منشورات ويحفزوا الناخبين على اختيار شعاراتهم ومرشحيهم، وبعض السادة القضاة بعض اللجان غافلين عن هذه النقطة، لدرجة ان في بعض السادة القضاة بيغلقوا اللجنة ويفتحوا كل ساعة ويدخلوا خمسة واللجان الأخرى. في لجان إيه يا دكتور؟ معلش عشان نكون أكثر تحديدا، يعني لجان إيه اللي أغلقت اللجنة وبيدخلوا كل شوية ناس؟ لجان إيه؟ في لجنة حضرتك، في لجنة في الشرقية بهيتك، لجنة قرية كفر الحمام، مركز الزقازيق، السيد القاضي فقد السيطرة على اللجنة وقفلها، والسلفيين جوه والحريه والعداله بيوزعوا وبيحسوا الناخبين، فقفل اللجنه تاني بعد ثوره الناس اللي بره والمندوبين بتوع الاحزاب الاخرى. وفي لجان اخرى في البردويله في مدرسه البردله في كفر الدوار، دعايه داخل اللجان حريه وسلفيين مع وجود الموظفين نفسهم
بيساعدهم ويلقنوا الناس برموز معينه. مدرسه السلام بالمحموديه، لجنه حريم، لجنه سيدات، واقف عليها رجال بيروجهم في الممرات وعلى باب اللجنه للحريه والعداله والسلام. طب هل عملتوا تقدمتم ببلاغات، حررتوا محاضر؟ تقدمنا ببلاغات. وقعد الساده القضاه في مدرسه احمد المنيشي مع الساده القصاصين الاسماعيليه يحتجز احد مندوبي الوفد الذي يحمل توكيل عام مرور لاعتراضه على تدخل الموظفين ومندوبين الحريه والعداله في العمليه الانتخابيه، فقدم له محضر فرفض يعمل محضر واستولى على الموبايل والكارنيه والتوكيل واحتجزوا تحت الحراسه داخل اللجنه، وهو محامي اساسا. يعني هناك من التجاوزات العديده في كثير من المناطق. وماذا ما هل هذه انتخابات اخرى شبيهه بالحزب الوطني؟ ماذا يحدث في مصر؟ اننا نرغب بالديمقراطيه ونزاهه الانتخابات ونأمل أن ننتقل بمصر من هذه المرحلة الحرجة التي تهنى وتاهت الأقدام في الطرقات. ماذا نفعل؟ نريد حرية وديمقراطية ونزاهة انتخابات ونحن حزب يحافظ على القانون ويفعل الوحدة الوطنية ويفعل الوطنية المصرية، ونرفض التعصب الدين والانتخابات تحولت إلى دينية. دكتور دينية. طب دكتور وفي، يعني الحقيقة الديمقراطية والحرية. دكتور وفي، يعني البعض قد يقول طيب ما أنتم بتتهموا كل الأحزاب الأخرى، لأن الحقيقة الوفد لم يكن أداؤه في المرحلة الأولى كما كان متوقعا. نحن التزمنا بالقانون ولم نكسر الفترة الصامتة 48 ساعة قبل الانتخابات، والمرحلة الأولى شاهدة على ذلك، فكانت الكثافة الشديدة من الحرية والعدالة والأحزاب الدينية والكتلة لعمل الدعاية داخل اللجان وخارج اللجان يومي التصويت. يعني أنتم بتتهموا الكتلة يعني أنتم بتتهموا الكتلة أيضا بالدعاية داخل اللجان؟ طبعا. طيب طب خليك معايا دكتور وفي، أنا معايا الأستاذ فريد زهران عضو غرفة عمليات الكتلة المصرية. مساء الخير يا أستاذ زهران. مساء النور يا فندم. يعني واضح الوفد بيتهموكم ان انتوا كمان بتعملوا دعايه داخل اللجان. والله يعني اللي يشوف اي حد من الكتله بيعمل دعايه في اللجان او امام اللجان يقدر يعمل له محضر ويثبت الواقعه، واحنا بالتاكيد ما بنعملش ده، وباستثناء هذه التهمه الظالمه من الدكتور كل الكلام اللي قاله الاخر انا موافق عليه. هناك مشاكل جامه في دوائر عده في الشرقيه وفي البحيره وفي الجيزه. هناك دوائر فتحت متأخر جدا ولجان أخرى القضاء قفلوها وقالوا إنهم رايحين يصلوا وغابوا 3 ساعات والناس وقفت 3 ساعات وزهقت وتعبت. ده زي لجان إيه يا أستاذ؟ لجان كتير جدا في البحيرة وفي الشرقية وفي الجيزة، وإحنا مسجلين ده الشكاوى المرة دي. أنا آسف إن أنا أقول الكلام ده، الشكاوى اللي وصلت لنا هذه المرة أكثر بكثير من المرحلة الأولى. أكثر من المرحلة الأولى؟ الشكاوى اللي وصلت لنا اكتر من شكاوى المرحله الاولى. بس ده غريب جدا، لان احنا احساسنا ان الشكاوى اقل وان السيطره ربما اكتر. احنا جالنا شكاوي اكتر بالذات فيما يتعلق بفكره اغلاق بعض اللجان لفترات ومساله ممارسه الدعايه الانتخابيه، ممارسه تاثير مباشر على الناخبين داخل اللجنه نفسها من الموظفين، وللاسف في بعض اللجان في حضور القضاه وده اتعمل بيه محاضر. يعني المسألة احنا في خلال ساعة او ساعتين بالكثير جاري اعداد مذكرة بكل هذه الملاحظات بارقام اللجان ولتقديمها للجنة العليا للانتخابات، لانه يعني فعلا هناك احزاب وقوة بتتصرف كما لو كانت وريثة للحزب الوطني. هي لن ترث الاغلبية واضح فقط، ولكنها سترث ايضا نفس الاساليب ونفس الممارسات، وهذا امر في منتهى الخطورة. يعني احنا مش ضد ان اي حزب يعني يحصل على الاغلبيه البرلمانيه، لكن من يحصل على الاغلبيه لا ينبغي له ان يمارس نفس سلوك الاغلبيه السابقه. طب وانتوا حضرتك بتقولي انكم حتى متضايقين جدا من التوسع في المخالفات من قبل حزبي الحريه والعداله والنور، واحنا بقى لنا اسبوعين بنناشدهم انهم يعني ما يعملوش دعايه انتخابيه قدام اللجان. النهارده احنا راصدين في عشرات اللجان
مش دعايه انتخابيه، تاثير مباشر على الناخبين داخل اللجان الانتخابيه. وعلى فكره مش احنا اللي بنرصد ده بس، ده في منظمات حقوقيه كثيره بتتابع المعركه الانتخابيه بتؤكد هذه الملاحظات. واحنا يعني النهارده هنستند، احد الحاجات اللي هنستند اليها في المذكره لنتقدم بيها شهادات من هذه المراكز الحقوقيه. طب بس يعني بس بس لم ترصد، يعني بعض مراسلنا ايضا رصدوا ان في الشرطه العسكريه حررت محاضر ضد الحريه والعداله في عدد من الاماكن، وسحبت كمبيوترات وما الى ذلك، يعني في محاولات للضبط يعني. وده بيؤكد، ده بيؤكد ان ملاحظتنا صحيحه، يعني طيب. انه تم بالفعل تحرير محاضر من قبل الشرطه العسكريه لمندوبي الحريه والعداله. بس اقصد ان في ضبط لهذه الاشياء. على الجانب الاخر بيان الحريه والعداله بيتهمكم باستخدام ميكروفونات المدارس للدعايه ايضا خارج اللجان. المدارس يعني ده احنا مقدمين في عده لجان وعده محافظات كشوف باسماء اعضاء في الحريه والعداله وفي حزب النور موجودين ضمن موظفين ضمن الموظفين اللي مشرفين على اللجان الانتخابيه. وده امر يعني طيب. يعني توقعاتكم توقعاتكم لاداء الكتله المرحله دي ايه يا دكتور يا استاذ فهد؟ نتمنى خير ونتمنى ان تكون الحملات الظالمه اللي تعرضت لها الكتله في الفتره الاخيره قد دالت من 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 ثقه الناخبين. على العكس احنا بناكد انه الممارسات العدائيه والظالم اللي ارتكبت ضد الكتله تقويها باذن الله. لكن الاقبال اللي هو الحقيقه مش كبير بشكل يعني واضح، هل ده بيقلقكم؟ والله ربما يكون عدم الاقبال النهارده مرتبط بان هناك يوم اخر غدا، وان الناس اطمأنت في الجوله الاولى من ان اليوم الثاني كان بنفس امان اليوم الاولاني، فربما يتوزع العدد الناخبين على اليومين يعني. احنا نامل خير ونامل ان الناس تنزل وان الناس تشارك ايا كانت النتائج. اشكرك استاذ فريد زهران عضو غرفه عمليات الكتله المصريه، واشكرك ايضا دكتور وفيق الغيطاني رئيس غرفه عمليات الوفد، معنا ايضا الدكتور حسين زايد عضو الهيئه العليا لحزب الوسط. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. الوضع يعني الوسط كيف اداؤه في المرحله الثانيه؟ ايه غرفه العمليات عندكم بتقول ايه؟ هو انا عايز اقول ان الوضع احسن كتير قوي من المرحله اللي فاتت. احسن بالنسبه لايه؟ بالنسبه لكل حاجه، بالنسبه لسيطره الشرطه على اللجان والشرطه العسكريه، الكمبيوترات اللي كانت موجوده في المرحله الاولى بكثافه شديده، وتوجيه والدعايه اللي كانت مستفزه من بعض الاحزاب قلت قوي المبادي فيه، لكن قلت قوي. بس ده الحقيقه كلام بيتناقض مع ما قاله الدكتور الغيطاني من غرفه عمليات. ايه في ملحوظه؟ انا عايز اقول في ملحوظه يعني الكتله والوفد بيقولوا عكس الكلام ده. النبادي الوعي اكتر، يعني النبادي اللي بيشوف مخالفه بيعمل لها محضر. انا كنت على راس قايمه في المرحله الاولى في بورسعيد، وكان التجاوزات شتات، كانت بتكون محاضر، كنا بنخش رئيس اللجنه نعترض ما يردش علينا وهكذا. انما دلوقتي اي حد بيشوف مخالفه فبيعمل محضر. المخالفات اقل لكن المحاضر اكتر، لان الوعي بقى اكتر والتجاوزات بقت اقل. في تجاوزات في تجاوزات في كثير من اللجان، ولكن لان الوعي بقى اكتر وكل واحد عارف هو بيعمل ايه دلوقتي، كل واحد بيعمل محضر، هتلاقي معمول محضر كله ضد كل الناس. مظبوط. كل الاحزاب وكل كل الاحزاب عامله محاضر ضد بعضها. اي حد بيخالف بيعمل محضر. جميل. طيب انما يعني عشان نبقى منصفين، الاداء في هذه المرحلة أكثر تطورا من المرحلة الماضية. اللجان بدأت بدري، في تجاوزات في بعض اللجان اتأخرت شوية، الإقبال معقول. المرحلة الأولى كان في إقبال أكثر. لا الإقبال مش معقول، الإقبال يعني شكله كده مش مريح برضو، يعني كنا نتوقع عشان إيه؟ لأن الناس اطمأنت في المرحلة الأولى إن اليوم الثاني زي اليوم الأول، فهم يعني تقريبا وشافوا إن اليوم الثاني أخف شوية فبدأوا هينزلوا في اليوم الثاني، لكن الإقبال معقول يعني مش زي الانتخابات اللي قبل كده، انما الاقبال مش زي المرحله الاولى. اقل كتير من المرحله الاولى. طيب. طبعا لكن دوت تفسيره عند الجميع ان اليوم الثاني موجود. طب توقعاتك لاداء الوسط؟ الوسط مرشح على كم دايره تقريبا؟ الوسط نازل في 9 الو؟ ايوه سامعاك يا فندم. ايوه الوسط نازل في 9 9 محافظات؟ 9 محافظات، وانا اتوقع اداء اعلى للوسط، ولكن في الانتخابات الحره اللي احنا ما حدش يقدر يتوقع هينجح من عنده قد ايه، لكن انا اقول اللي احنا هتبقى نتيجتنا احسن من المرحله الاولى ان شاء الله.
إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. دكتور حسين زايد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، قبل ما نخرج فاصل، تفسيرك للتناقض بين الأحزاب، يعني في حزب يقول لا الوضع أحسن والانضباط أكتر والوفد والكتلة، كتلة بتقول لك التجاوزات أكتر بكتير من لا المحل. هو أنا أتفق مع الدكتور حسين في أنه التجاوزات أقل من المرحلة الأولى، أولا الناس أقل وبالتالي فالتجاوزات أقل، إنما المهم أنه التسجيل هذه المخالفات في محاضر ده تم دلوقتي، وانا اعتقد انه لازم اللجنه العليا تحقق في هذه التجاوزات وتعمل بيها اجراءات عقابيه، لانه لو استمر انه التجاوزات تؤدي في الاخر ان اللي خد الكرسي يفوز بيه وما ينفعش نتراجع، ده كلام خطير، لانه ده معناه ان انا بس المشكله هذا البرلمان هيلاقي مصير برلمان 2010 لو ما تمش تخليصه من الانتهاكات اللي تمت، بمعنى ان الانتهاكات يحقق فيها وتصدر فيها احكام وتنفذ، والا هيكون في طعون وطعون كتيره جدا. لغايه دلوقتي انا عندي 200 طعن 200 طعن في الاداريه العليا وفي الاداريه، وصحيح يعني بيحالوا لكن بعد شهر ولا بعد شهرين هيطلع حكم بالبطلان. طيب وبعدين انا عايز اعمل برلمان ما يطعنش عليه عشان ده اللي هيعمل الدستور، فلازم تؤخذ كل الشكاوى بجدية، يتم التحقيق فيها، يتم تنفيذ أحكام القضائية، ثم اللجنة كمان يبقى ليها مصداقية، اللجنة بتفقد مصداقيتها يوم بعد يوم وكفائتها قدام الرأي العام بتقل، وبالذات بعض الحالات اللي قال عليها الأستاذ فريد الزهران إنه تروح تشتكي القاضي يقول لك لا مش هعمل لك شكوى أو يقفل اللجنة ويمشي، ده كتصرفات في الحقيقة بتحط علامات استفهام، وانا بعد يعني عايز تؤخذ بجديه، لانه هذا الكلام بينال من ثقه الناس في مشرفي او رؤساء اللجان. لا لابد يعني محاسبه الانتقاد، لازم محاسبه، وحتى لو في قاضي عمل مخالفه لابد ان يحاسب، ولو اتشطب مرشح واحد هيظبط العمليه كلها بصراحه، يعني لانه ده يشكك في مسار العمليه الانتخابيه بالكامل. بس المهم المره دي الانتهاكات اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده مرصوده في محاضر، لما قلنا في مندوبي لجان موجودين بينتموا للحزب الحريه والعداله طلع موجود وتراصد وتعمل بيها محاضر، لما بنقول ان بعض القضاة بيتجاوزوا عن التوجيه الناخبين للادلاء باصواتهم لناس بعينهم طلع موجود اهو في بلاغات فيها، لازم يتحقق فيها ولازم يصدر فيها قرار. بالنسبه لتصويت علاء عبد الفتاح الناشط السياسي اللي محبوس طبعا على ذمه التحقيقات وجدد الحبس له، المحكمه كانت قضت ب تمكينه من الانتخاب وهو من الجيزة في هذه المرحلة. بالفعل رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال في مؤتمر الصحفي ان احنا اشرنا على الموافقة بتمكينه من الادلاء في محبسه، واعتقد ان هناك لجنة بالفعل ذهبت الى علاء عبد الفتاح للانتخاب او لادلائه بصوته في دايرة، مش عارفة هي ايه الدايرة، ولكن داخل محبسه. هل ده بينطبق على كل المحبوسين؟ كل المحبوسين احتياطيا، احتياطيا، لانه المحبوس احتياطي يتمتع بكل حقوقه السياسيه والمدنيه، هو ما مش محكوم عليه عشان يبقى ناقص الاهليه، طالما ليس عليه حكم بيت. ليس عليه حكم من الاحكام التي تمنع من مباشره الحقوق السياسيه، لان مش كل الاحكام تمنع من مباشره الحقوق السياسيه، فقط الاحكام المخله بالشرف المنصوص عليها في بالقانون، في القانون مباشره الحقوق السياسيه منصوص ايه هي الجرائم بالذات المخله بالشرف، ما لم يرد اليه اعتباره. نخرج بس كنا نتمنى انه يخرج يروح بنفسه ويصوت بصراحه، يعني طبعا لكن ما زال محبوسا او يفرج عنه بصراحه، ده ما بعد اسقاط التهم الاساسيه نتمنى انه يتم، ونتمنى بقى انه يذهب الى قاضيه الطبيعي، وده هو راح للقاضي الطبيعي خلاص هو تحقيقه يمكن بدا يتكلم لما راح الى قاضي تحقيق النيابه العامه، لا دلوقتي وليس امام المحكمه العسكريه، لا ليس امام المحكمه العسكريه، هو حال دلوقتي وبدا يتكلم وبالتالي قاضي التحقيق بالامس اسقط تهمتين، تهمه التحريض الموجهه اليه، الباقي التهم ان شاء الله في ردود عليها حسب ما انا عارف من الاستاذ احمد سيف، فنتمنى انه ينتهي بالافراج عنه، ويعني هو شاب من قيادات الثوره مهمين جدا، وانا اعتقد انه الاخلاء سبيله وافراج عنه ممكن يبقى مهم جدا ومساعد لتهدئه الاوضاع. والخبر سعيد. نخرج فاصل ونتابع بعد الفاصل هذه التغطية المباشرة من 9 محافظات، هي محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات.